فما بالكوا بقى كل ده بيحصل وانا لسه اندر ستريس، والجسم بيفضل بقى عشان يرجع لحالته الطبيعيه بعديها بعد قد ايه. فكل ده الجهاز الاجهزه بتاعتي كلها بتتعب، الجهاز صح العصبي بيتعب. صح فهنا بقى لازم اكتيفيت او اصحي حته الفيجس نيرف اللي هو ان واوت من المناخير دي لحاجتين. اولا في الناس اللي بتبليف في الانرجي، واحنا في الهند من بيقول لك احنا المناخير عندنا مش من الفم. مناخير ان اند اوت، لان مناخير احنا هم دايما بيقولوا عندنا اعتقاد بتاع انهيل اكزيل، ده فانهيل في اللي هو الرياضه العاديه. بس اكشلي لو قعدت في اليوجا بيحصل حاجه اسمها هايبر فنتليشن، تلاقي نفسك دخت في الاخر. طبعا طبعا فالمفروض انا اخد من المناخير، ولما اطلع الهواء من المناخير هيضطر يطلع بالراحه قوي. بالعلوم مثلا زي ما بالعد. درسنا في الساينس، بالظبط زي ما درسنا في الساينس، في شعر هيدفي الهواء ويدخله، بعدين اطلع تاني اطرد الميكروبات. انرجيتيكلي بقى هو مفروض ان هو انا عندي انرجي سنترز، عندي في سنترز في للطاقة. المناخير بتوصل ل 72 الف انرجي سنتر في جسمي، ودول اللي بيشتغلوا عليهم في الاكيوبانكشر والحاجات والشاكراز وما او شاكراز التشاينيز ميريدينز والحاجات دي كلها. ففي الاخر ساينتفكلي او انرجيتيكلي لازم اخد مناخير جامد واطلع جامد، فالهواء يطلع بالراحه. يعني دايما في فلسفه كده في اليوجا يقول ايه، وي جيف مور ذان وي تيك. يعني لو انا هاخد ثلاث النفس في ثلاث عدات لازم اطلعه في سته. وده في الاصفي ان لايف، الواحد لما بيدي اكتر ما طبعا بياخد بيبقى فيه سعاده. صح صحيح. فالفلسفه دي لما بطبقها على نفسي، اولا لما انا بقى خدت في ثلاث عدات هبقى انا عملت حاجتين، ركزت على النفس فشغلت المخ عن الفكره اللي هي عامله لي قلق، وتاني حاجه هبقى خدته. ولما بطول النفس طالع كاني بنقول كاني بفضي الرئه اكتر حاجه ممكنه، بنقول فور فريش اير تو كام ان، عشان كاني بفضي عشان اخد هوا فريش يدخل تاني للرئه بتاعتي. واهم بقى حاجه من ده كله الفيجس نيرف هيبقى اكتيفيتد، هبقى انا بهدي الجهاز العصبي. فدايما لما ببقى اندر الفايت اور فلايت ده اللي هو في حاجه ستريسر في حاجه دماغي بتقوم موتراني، طبعا تخيلي انه ممكن يبقى حتى القعده، يعني ممكن يبقى قعدتي دي ده ستريسر. صح. ما هو المخ مش قادر ما بيفرقش ما بين اذا كان ستريس ده حاجه هتهجم عليا، عربيه هتخبطني، ولا انا اللي جسمي كله اندر ستريس، ولا فكره جات لي فانا اندر ستريس. هو في الاخر الجسم بيتصرف اللي هو انا فايت اور فلايت، افايت ولا اجري. فانا لما باكتيفيت الفيجس نيرف ده بخش في حته اسمها ريست اند دايجست. طب حتى هو قلنا عملتي الحركه and دي digest. عملتي دي علاقتها ايه بالنيرف؟ ما هو النيرف بقى ماشي بيمشي في الفيسرال اورجنز بتاعتي اللي هي القلب، ورا الرئه، في الدايفرام اللي هي الحجاب الحاجز بينزل فيزق البطن لبره، فكل ده الاكسجين. فانت متخيله بعد ما الادرينالين كان ضارب في جسمي كله من كتر ما انا يعني زي ما احنا متعصبين بتبقى ايدك عامله ازاي؟ صح؟ فلما ابتدي اخد بقى الاكسجين زي زمان ما كان بيقول خد نفس، ببتدي الاكسجين كاني ببوست، يعني بعمل دفعه للاكسجين في دمي، كاني ببقى عايزه اوصله لكل الخلايا بتاعتي، كاني عايزه اوصله لاطرافي. مش كده لما بيقول لك في اليوجا اتنفس لحد ما توصل لرجلك، هو النفس مش هيوصل لرجلي. صح. هو فكره ريلاكسيشن اللي بتحصل للجسم. صحيح. اوكي. طب ممكن نعمل اكسرسايز مثلا كده تانية حاجه للناس بس البيوت، اهم الاكسرسايز يعني مثلا احنا قلنا لازم ابقى واخدين بالنا من القعده. اوكي. اوكي. فالقعده دي لازم نبقى ستريت، يعني انا لما دخلت لقيت مخدتين استريحت. ايوه. يعني عارفه اسند ظهري وعايزه افتح الشيست بتاعي كويس، عايزه افتح للرئه بتاعتي. اوكي. دلوقتي العمود الفقري لو هو طول اليوم عامل كده. والله. اوكي. عايزاكم يعني احنا بنتمرين حاجه مع بعض. عايزه احط، هو المفروض الظهر من تحت يبقى لافف كده ولا فلات؟ المفروض يبقى طبيعته لافف، يعني هو عامل حرف اس كده. صح؟ بالظبط. تقريبا. لو انا ماسكه الموبايل، يعني هو لو حطيتي كده وانت ستريت هتلاقي. لو انا ماسكه الموبايل، عايزين نمسك الماسكه واوطي تحت كده او قاعده على اللابتوب، هيحصل ايه في اللور باك؟ على طول.